بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لأحبتي التلاميذ الكرام على هذا التفاعل الجيد والذي يعكس فعلا كما ذكر أخي قبل أن هذه أن هناك نجاحا حققه المجلس العلمي باختياره لهذا الموضوع، لأنه لامس ما يعني الشباب. ولأول مرة شخصيا اشهد نوعا من التدخل من قبل التلاميذ، واحد نوع من الحرقة، واحد نوع من الاهتمام الجيد، إلى درجة أن السيد المسير تدخل بطريقة صارمة من أجل إيقاف يعني المشاركات. وهذا يدل على أنه فعلا هناك رغبة كبيرة جدا في الحوار إلى غير ذلك. هذا أمر جيد جدا، إلا أنني أحببت أن أسجل بعض الملاحظات على هذه الكلمات. كانت هناك 16 متدخلا ومتدخلة، طبعا استثنيت أحد المتدخلين الأساتذة، 10 منهم عفوا 12 منهم عندهم بعض الهاجس أو الانزعاج من أن يكون أنت التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي حرام، لأن أو لا في غير السلبيات أو لا يجب أن لا يكون هذا الكلام. ما جاء هذا اللقاء اليوم ولا هذه الكلمات التي يعني ألقيت عليكم لتقول لكم ذلك أبدا. شخصيا عنوان الكلمة التي ألقيتها عليكم هي من أجل ترشيد أمثل. لماذا؟ لاستعمال. إذا خص يكون استعمال لأجل أن يكون هناك استعمال أرشد. إذا القصد هو الترشيد فقط. ماذا يعني ذلك؟ الحديث عن أن هناك إيجابيات وأن هناك سلبيات معناه أنه ينبغي، لأن الهدف تقريبا من هذا الكلام كله هو تشغيل الحاسة النقدية عند التلاميذ من أجل أن لا يكونوا مجرد مستهلكين بدون نقد بدون غربلة لما يتلقى، أن لا يقعوا في يعني ما خطط لهم أن يقعوا فيه، أن يخرجوا خروج المنتصر. فالشركات لعلمكم كل شركات التي أعدت مواقع التواصل الاجتماعي مسجلة في البورصة ديال الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن الهدف هدف تجاري. إذا أنا خصني ما نكونش ضحية الدعاية والمنشورات. إذا معنى ذلك أنه ينبغي أن أستفيد من إيجابياتها وأن أتجنب سلبياتها. حينما نقول سلبية رقم كذا رقم كذا رقم كذا، معناه أن ما سوى هذه السلبيات فهو إيجابيات. إذا معنى هذا الكلام يا أحبائي الكرام، ليس هناك مانع في أن تتعاملوا مع وسائل التواصل الاجتماعي. الشرط الوحيد ألا تقعوا في سلبياتها. ومن هذه السلبيات، السلبيات التي ذكرناها معكم هي في الحقيقة وسائل للتواصل، فينبغي ألا تكون وسائل لقطع التواصل. هذه مشكلة كبيرة جدا. أنت تريد أن تتواصل مع الله وقطع التواصل مع الخلق، ولكن أن تقطع التواصل مع الخلق وتعكيف على ذلك في غرفة مغلقة ولا ترى أحدا، هذه سلبية كبيرة جدا. إذن أنت ينبغي أن تكون قادرا على أن تنظم وقتك، أن تخصص لهذه المواقع وقتا محدودا فلا تكون عبدا لها. أنا نطرح عليكم واحد السؤال الآن. لما تشغل الهاتف ديالك أو الحاسوب ديالك لكي تعرف نفسك هل أنت مدمن أم لست مدمنا، لأن راه الإدمان يأتي بطريقة خفية وطريقة لا ندركها في البداية، لا على المخدرات ولا على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك وسائل، هناك روائز معينة لقياس درجة الإقبال ديالك، واش وصلت لدرجة الإدمان ولا ما وصلتش لدرجة الإدمان. أنت سول نفسك هذه الأسئلة. منها حينما آتي وأشغل الحاسوب مثلا
ما هو أول شيء افتحوه؟ وهذه خص تكون واحد نهار الفيسبوك وواحد نهار شي حاجة أخرى. إلا أنا عندي الغرض باش نوجد لشي حاجة عندي في القسم ولا شي محاضرة ولا شي كذا، فينبغي أن أكون قاصدا هادفا رساليا، نعمل شغلي وملي نكملو سير الفيسبوك. هذه وحدة. ثانيا، كم تقضي من الوقت مع هذه الوسائل؟ إلا أنا كنلقى بأن ما أقضي معها أكبر مما أقضيه في مطالعاتي للكتاب أو حتى للكتاب الإلكتروني، ماشي مشكل، أو حتى لمواقع جادة، إلا كان هذا أكبر من هذا معنى عندي انحلال، يعني انحراف في المنهج. إذن ينبغي أن أسأل نفسي وأن أكون ما لا تنتظر من أحد أن يقيمك. أنا قلت لكم في تلك التوجيهات، حرر نفسك، أنت بنفسك تملك مفاتيح قيودك، فعود نفسك على أن تعيش حرا ولست عبدا لشيء. إذن هناك مجموعة من الأمور التي بها تكتشف درجة إقبالك على هذه الأشياء. الأمر الآخر، هل تستطيع أن تقضي يوما؟ باش كتعرف، لأن كنعرفوا اللي مدمن مثلا على المخدرات، كنعرفوا درجة الإدمان اللي عنده، واش يمكن يقضي واحد اليوم مثلا دون أن يتعامل مع هذه الوسائل ويكون عايش طبيعي عادي، مشي يزور مثلا العائلة في البادية وما كان شيء وسائل التواصل الاجتماعي وما كيحسش بشي نقص معين. إلا ما كانش هذا حاصل راه ما عندك مشكل. إلا كنتي كتعيش بشكل عادي ليس لديك مشكل. إذن يمكن حينما نقول هل وسائل التواصل الاجتماعي كلها سلبيات؟ أبدا. هل وسائل التواصل الاجتماعي كلها إيجابيات؟ قطعا لا. هل السلبيات أكثر من الإيجابيات؟ بحسب الشخص. يمكن أن نجد شخصا هادفا قاصدا رساليا عنده الحس النقدي في أعلى درجات اشتغاله ويتعامل مع هذه الوسائل تعاملا إيجابيا، ما فيها حتى شيء إشكال. أنا أعطيكم مثال. الأستاذ الآن صار بإمكانه أن يتواصل مع تلامذته عن طريق، أنا عندي طلبة أشرف عليهم في الدكتوراة بعاد عليا ب 700 كيلومتر 1000 كيلومتر، بل عندي طالب أشرف عليه يعيش في إندونيسيا. هذا وجه إيجابي لوسائل التواصل، لأنه كيطرح لي السؤال ليلا في البيت وأجيبه بشكل مباشر ويتابع عمله البيت. هذا توظيف إيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي وللشبكة ولوسائل الاتصال الحديثة بشكل عام. لكن السلبيات قد وضحناها. أحد الشباب قال إن الواقع هو الفاسد، وبالتالي يعني يظهر فساده في مواقع التواصل الاجتماعي. أنا غير عندي تعليق على هذا الكلام. هذا جميع، حتى في العهد النبوي كان هناك جانب، كان شق، كانوا المنافقين وكانوا الفاسدين وكانوا الكفار وكانوا اليهود، وكان هناك جانب مظلم للشيطان وأتباعه. فهل كونه موجودا بدعوى الواقعية يسوغ لنا ويبرر لنا أن نعريه ونشيره؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، زيد الفقه، لهم عذاب أليم. ما خصنيش نكون سبب في إشاعة الفاحشة، هي كائنة ولا شك، لكن ليس معنى ذلك أن أشيع هذه الفاحشة. والنبي عليه الصلاة والسلام توعد الإعلان بالفاحشة بأنه درجة أخطر من ممارسة الفاحشة. في الحديث المشهور الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يجاهروا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن معروفة في من قبلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معنى هذا الكلام أن الفاحشة في حد ذاتها وجودها مرض، ولكن المجاهرة بها مرض خطير يستوجب العقاب. فقد يستر الله تعالى علينا، ولكن إذا جاهرنا وفضحنا أنفسنا يوشك أن يعمنا الله بعقاب. فإذا نحن ينبغي أن نتحرى في هذا الأمر،
وألا نكون سببا في نشر الفاحشة، وألا نكون سببا في ذلك في يعني زيادة هذا الفساد. يمكن أن نوظف يعني هذه الوسائل، وسائل التواصل، في كثير من الإيجابيات. مثلا أن كما ذكر أخي أن أرسل كتابا، أن أرسل مقطعا من مقروءاتي ليقرأه زملائي في الفصل أو الذين يعني يشاركون معي اللي عندي في كأصدقاء، يمكن أن أنشر مقطعا، يمكن أن أذكرهم ببعض الواجبات. يمكن مثلا نعطيكم غير مثال، واحد الوقت كنا نمضي بعض الناس لا يشعرون ببعض المناسبات التي يسن فيها الصيام، كيوم عاشوراء، تاسوعاء وعاشوراء، كيوم كالعشر يعني فضائل الاعمال في العشر ذي الحجه او غير ذلك. هنا ما فيها باس، اذكر اصدقائي زملائي انشر اذكر، هذا استعمال ايجابي وليس فيه اشكال وما الى ذلك. صله الرحم، لكن غير هنا احب ان اختم بفكرتي انه هذه قضيه صله الرحم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى عبر وسائل الاتصال، راه لا تقوم مقام الاتصال الحقيقي المباشر، لان كثير من الناس نهار اللي ما كانش الهاتف كيقلب على الوسيله باش يمشي يزور العائله، لما صبح هناك يعني هذه الوسائل قلت تلك الزياره المباشره. والحق انه لا يمكن ان تكون الزياره المباشره في وزن الزياره غير المباشره رغم اهميتها هي الاخرى. اذن احبائي الكرام، كل الفوائد يمكن بامكانك بيدك ان تجعل وسائل التواصل الاجتماعي كلها خير، وبامكانك ان تقع فريسه لها، فاختر اين تموقع نفسك، وفقك الله لما فيه الخير والصواب، والهمك الرشد والرشاد والترشيد. امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربما ما فهمتيش ما المقصود بالفاحشه، هذا الذي ذكرته خبر وهو جريمه قتل لا يرضاها الله ولا رسوله ولا صالح المؤمنين ولا العقل السليم ولا الاعراف ولا القوانين ولا اي شيء. لكن نحن حينما تحدثنا عن نشر الفاحشه، نحن نتحدث عن نشر كل ما له خدش للقيم وللاخلاق، وهذا هو المقصود بالفاحشه. مثلا صور يعني اباحيه ولا فيديوهات اباحيه ولا شي كلام اللي ساقط، هذا هو المقصود بنشر الفاحشه واللي مرفوض. اما يعني خبر معين ينشر على اساس انه في الحقيقه انا ماشي مكلف باش ننشره، حتى هذا النوع من الخبر تنشره المواقع الاعلاميه اللي هي معروفه يعني ومرخص لها وعندها يعني صبغه قانونيه وما الى ذلك. فاذا لانه بعض الاحيان لا نتثبت، وانا ليست لدي الامكانات الكافيه لنقل هذا الخبر. بعض الاحيان كيكون الا قلنا لك غير نشر راه مشكله، لان بعض الاحيان مازال الخبر لم يتثبت منه، ومازال المحكمه ما حكمتش. ما تنهضرش على هذه الحاله، كنهضر على حالات اخرى كثيره. مازال المحكمه ما حكمتش كذا، والناس كيبداو ينشروا، فهذا ليس معقولا. يعني بغي ان يضبط الامر. يا اخي الكريم، راه سيدنا يعني كثير من الصحابه، سيدنا حسن بن ثابت رضي الله عنه، مصطاح تضربوا جلدوا لاجل ماذا؟ كلام سمعوا ونشروا بلا ما يتثبت منه. في القصه المعروفه في حادثه الافك، جلد لاجل ذلك. علاش؟ لانه تلقى كلام، هو ما كذبش، هو سمع فعلا ولكن نشره دون ان يتثبت منه، فهذا ليس مقبولا. علماؤنا الاجلاء ديال الحديث وضعوا لنا واحد المنهج، كاين حاجه كبيره جدا الى تبسيطه لعموم الامه الان، هو منهج الجرح والتعديل، هو منهج نقد الروايه. في الحقيقه الان نحن بحاجه، يا كاستاذي نحن بحاجه الى نقد الروايه في وسائل التواصل الاجتماعي، لكي يعني بشكل جديد هذا العلم خصو يتاقلم يعني بما يناسب الان روايات الخبر الان بالشكل الذي يناسب يعني عصرنا الحالي.
طبعا هو ادى وظيفته جزاهم الله خيرا في نقل الحديث، ولكن حتى نقل الخبر بشكل عام ينبغي ان نتعلم ما يناسب نقد الروايه الحديثه. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.